تفضل دكتور. شكرا ابو اسكندر. تريد شيء ثاني دكتور؟ لا 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 سلامتك. الو نعم. نعم نعم انا الدكتور عبد الرحيم. نعم. يا اهلا وسهلا ومرحبا. احترامي صاحب السعاده. خير؟ مين؟ شو الحكي؟ زوجتكم مدام انتصار؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا 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 سيدي ما رح نتاخر ابدا. ليش بنسترجي نحن؟ الله يخليك فورا يا سيدي فورا. ان شاء الله سلامه قلبها. الله معكم سيدي. يلا 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 مولانا. مع السلامه يا سيدي مع السلامه. الو دكتور حسن. الله يرضى عليك هيئ لي جناح العز للمسؤولين بسرعه. في عندي حاله اسعاف طارئ وركب فيه احدث الاسره وفك النايلو عن طقومه الجلوس اللي اجونا امبارح ومدوها بالغرفه. لك لا لا بس حرم صاحب السعاده مدام انتصار جاي لعنا بحاله اسعاف بسرعه. الله يرضى عليك. الله معك. مرحبا دكتور عبد الرحيم. اهلا دكتور بهاء، جيت بوقتك. خير شو في؟ هلا وفورا وعلى الحارك بتغير لي انابيب الاكسجين كلياتها بجناح المسؤولين وبتفحص لي الكونديشن وبتشوف قوه تبريده وبتغير لي طاقم الممرضات كلهم وبتجيب الممرضات المتخرجات الحلوات النخشات مثل الانسه سميره والانسه اعتدال وسيده براءات جيبها وبتستنفر لي غرفه العمليات كلها. بس يا دكتور غرفه العمليات مشغوله حاليا، الدكتور انس عم بيعمل فيه عمليه زايده لواحد مريض. طالعوا فورا هو والمريض تبعه، طالعوا. دكتور وين بدنا نطالعه؟ كيف بده يكمل له العملية؟ شو بيعرفني؟ إن شاء الله يكمل على الأسطوح، المهم اسحبه هو ومريضه لشي غرفة ثانية، فهمان؟ وبتعقم لي غرفة العمليات والمطهرات، وبتغير الشراشف والمناشف والمقصات والمشارط والمباطع كلياتها، يعني ما بدي شي مسطيه، ما بدي مقص متلام أو قطن له غبرة أو زغبرة، فهمان علي شو عم بحكي؟ وبسرعة مثل ما الله خلقك، أوام؟ ليش استاذ؟ يعني في شيء بده؟ ولك خلصني هلا روح من وشي ونفذ لي اللي قلت لك عليه، ما دام انتصار حرم صاحب السعاده على الطريق لعنا بحاله اسعاف، اوام؟ طيب طيب دكتور مثل ما بتريد. رح لساتك هون تحرك بسرعه. مرحبا دكتور، سمعنا من الدكتور حسن انه حرم صاحب السعاده. اخي قبل السلام والكلام، فورا بتبدل لي الممرضين والاذنه، ابتداء من البوابه اللي على الباب وموظفي الكاونتر وانتهاء باللفايات والمنظفين. وبتشطفوا الكريدورات بالديتول والاجاكس والكلوروكس وبتطلع لي البرادي وبتعلقها بجناح العز للمسؤولين فقط. بس شلون؟ باسرع من البرقعه؟ لك لساتك واقف عم تحلق فيني؟ طير طيران خلصني. وينك؟ لا تنسى تنظف الاسانسورات وترشهم بالعطر ملطف الجو. ها اوعك. امرك دكتور امرك. مطيع عم يرضى عليك باقصى ما تستطيع، جهز لي جهاز الرنين المغناطيسي والالترا ساوند وجهاز الطبق المحوري باقصى ما تستطيع. بوت ايفريثينج ان اوردر. ولا تنسى كمان غرفه العنايه المشدده، بدي اياها مثل المرايا سواء بالاسره ولا بالاجهزه او حتى بالبلاط، بدي كل شيء فيها يتلامع ملامعه. على عيني دكتور، بس في مرضى بحاله حساسه جدا وقاعدين تحت الاجهزه. ولك انا مرضى هدول عم اقول لك حرم صاحب السعاده جاي بحاله اسعاف، فورا بتطلع هلا بتسحب البرابيش من تمهم وبتاخذهم لغرف عاديه، خلصني اوام. بس يا دكتور. لك شو بس؟ يخرب بيتك شو بتجادل؟ هلا انت مدير المستشفى ولا انا؟ اركض لك الدوامه خلصني، خذ كمان اوام بسرعه بسرعه بسرعه. سلامتك مدام، سلامتك سلامتك. جر لهون جر لهون. الف سلامه مدام. انا عبد الرحيم، الدكتور عبد الرحيم مدير المستشفى. بايش حاسيه ترى مدام؟ دكتور حالتي فككين عم تقطع بخواصري تقطيع. سلامتك يا مدام سلامتك، الف سلامه ان شاء الله. معلش نزوها نزوها لهون. لا دكتور انا بقدر انزل. بتقدري؟ لا خايف عليكي لانه. لا بقدر دكتور. طيب طيب ساعدوها لو سمحتوها على مهلكم، بحيث رقة. الله يرضى عليكم. سلامتك سلامتك مدام. حطوها هون على مهلك، سلامتك ألف سلامة إن شاء الله يا ربي. بسيطة إن شاء الله عرضية مدام. الله يخلينا إياكي. على مهلك على مهلك على مهلك. بنات ارفعوا لي رجلي على السرير. أيوة. دكتور مطيح. يرضى عليك عطية الإبرة المهدئة. جاهزة دكتور.
لا 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 بالعضل مو هيك؟ إيه لا بالعضل ما بصير، انت اعطيه اياها بالعضل. تكرم دكتور. انتم جميعا الى الوراء دور. ولا يهمك مدام، دقيقة وبيزول الوجع، فيها العافية إن شاء الله. الله يعافيك دكتور. من أمتى حسيتي بالوجع مدام؟ من ساعتين. وين متركز الوجع أكثر شيء؟ هون على اليمين. شو السبب دكتور؟ اطمني مدام انتصار، هلا بيبين معنا. يا ترى انت معك رمل شيء؟ لا، هي اول مره بيصير معي هيك شيء. لا تنوهمي مدام، كله رح يبين معنا بالتصوير. حملوها. سلامتك، ما عندك من العافيه. سلام. انا صرت احسن هلا. صرتي احسن؟ بقدر اقوم. بتقدري تقومي؟ طمنيني ان شاء الله. لا والله الحمد لله، الف 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 الحمد لله. الله يخليك يا دكتور. حملوها. ساعدوها معنا مدام. سلامتك. الله يعافيك يا رب. شوي 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 مدام، لا تكبري في شختك على مهلك. ما هو لاجل معك على مهلك. غطيها. لا تسرعوا فيها كثير. في عندي دكتور، بس هدول تصنيع محلي. ولك فهم علي يا بني ادم، هدول اللي حرم سعادته. قل لي هيك بالاول، هلا بروح على المستودع بطالع لك الادويه الاصليه. بسرعه ها، لا تطول. على عيني دكتور، لحظه وبيوصلك كل شيء. شلون شايفه حالك مدام هلا؟ تحسنت شوي على الاول، الحمد لله. بس دكتور، حاسه هون في شيء عم بينقف في خاصرتي نقف. ايه طبعا، لانه الوجع مدام هلا هاجع بفعل الابر والمسكنات. يا دكتور مصفر. امرك دكتور. حط لها قطع عليك بالسيروم دوتوفينايل. امرك. وشلونه صاحب السعاده مدام؟ الحمد لله، الله يعينه ما عم يلحق شغله. ايه طبعا، قليل الهم اللي حامله، الله يحرسه ويخلي لنا يا الهي. انسنفين. امرك دكتور. كبسي لرجليها. لا لا العفو، ما في داعي. ولو هذا واجبنا مدام انتصار. ولو بصراحة قديش شفت بحياتي مستشفيات، بس مثل عنايتكم لا شفت ولا عيني رأيت. شو عم تحكي انت يا مدام انتصار؟ نحن هون روحنا في ذا المريض. وشو طلع معي دكتور؟ هو الحقيقة طلع معك التهاب الزايدة. طيب هالشي بيروح بالمعالجة ولا بدي عملية؟ بصراحة بدك عملية، ونحن عم ننطر الأدوية تاخذ مفعولة بجسمك حتى ناخذك على غرفة العمليات فورا. الكل مستنفر هنيك وعم يستنانا. دكتور بتسمحوا لي اتصل بجوزي مشان حتى قله يجي يشوفني شق علي، لأنه أنا لما اجتني كريزة الرمل على غفلة. ولو يا مدام، ولو يا مدام، نحن كلنا بأمرك وبأمر صاحب السعادة. دكتور مطيع، أعطيني اللاسلكي تبعك. عقمي لي يا بطني. تكرم دكتور. تفضلي مدام. يسلم. يا سلام. يا سلام على الاهتمامات. الله يخليك يا مدام. أنا بحياتي وعمري ما شفت هيك اهتمام ولا بالأحلام. قالوا بيقولوا إنه المستشفيات ما بتعتني بالمريض، إيش يشوفوا بعينه؟ إشاعات يا مدام، إشاعات. نفوس مريضة ونوايا مغرضة. على كل حال أنا رح أتركك هلأ كم ساعة عربين ما تصيري جاهزة للعملية. وهالممرضات كله تحت خدمتك. بالإذن مدام، معفاة إن شاء الله. بالإذن. خليك يا رب. عليك العافية مدام. سلام. بتريد نحط لك موسيقى هادية؟ لا، حطيلي نوال الزغبي. إيه تكرم. يا مهنا، حطيلي شريط نوال الزغبي الله يخليك. وينك؟ اسمع، بمجرد ما يجي صاحب السعادة بتسقوه قهوة مرة من على الباب، وبتخلي بنت صغيرة تقدم له باقة ورد، مفهوم؟ حاضر دكتور. ولا حدا يطلب شيء باسم المستشفى اطلاقا، اطلاقا، انا بحكي وبس، مفهوم؟ مفهوم مفهوم دكتور، مفهوم. ها يمكن اجى صاحب السعادة. مرحبا
حرم صاحب السعاده ما دام انت صار معنا بحاله اسعاف. وصلت سعادته؟ لا دكتور، حرمه يلي وصلت. مين؟ حرم سعادته؟ ايه دكتور، ليكن عم ينزلوه على النقاله. العمى العنين، لك مين هي اللي جوا؟ فوتوها فوتوها بسرعه بالخدمه الممتازه والعنايه الفائقه، على بين ما اشوف شو القصه جوا. حاضر. قوام بسرعه قوام. اسمعي ايه اشوف. هاي دكتور شوفي. شو اسم حضرتك يا مدام؟ انا اسمي انتصار. انتصار شو؟ انتصار نور الدين. شو بيشتغل شو زيك؟ معلم باطو. معلم باطو؟ باطو؟ يخرب بيتك وبيت بيتك يا عبد الفتاح. مرتو. هذا النقالة وش حضر هالمخلوقة لبرا فورا. قيمي هالمسخرة من ايدك، قيمي لياها. لوين مش حضرته؟ شو لوين؟ على جهنم الحمراء، على الهفا. لعم على الوقاحة، عم ندللها وعم كبس لها رجليها وهي سابتة. عجل ما خلصني، روح الحشها بأي قرنة. إذا جيتك أنا بنزل لحالي. هاتي هالموبايل من ايدك. لوين اخدمي؟ شوف انت انا لوين اخدمي؟ لك لوين اخدمي؟ لك ليش عم تركض فيه كل الوقت انا بعيد ثاني يا اخي؟ ازاي تاخذ ناقص يا ولي؟ الله يوفقك ليش عم تركض فيه كل الوقت؟ توقفني. سلامتك يا مدام انتصار، سلامتك، ألف سلامة يا ربي، ريتوا الوجع على قلبي إن شاء الله. سلامة قلبك. حملوها ونقلوها لهون. لا لا بنزل لحالي. بتنزلي لحالي؟ أكيد بتقدري؟ على مهلك على مهلك على مهلك، شايفك شايفك شايفك. سلامتك، ما عليك إلا العافية إن شاء الله. دكتور مطيح. نعم دكتور. الله يرضى عليك، عطية الإبرة المهدئة فورا. أنت جاهزة دكتور؟ لا 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 مو أنت مو أنت. نيفين. شكراً دكتور. عطية الإبرة الله يرضى عليكي. إلى الوراء دم بالعضل. فوري هالراديو دخيلكم انطلشت. مهنا اطفي الراديو.